طلعت الدايه جبنا المايه السخنه. يا عمود ايلك ما بعدين ان شاء الله يا عمود. ليش طولت امك لك مريم؟ ما بعرف. وقلتك رح تجيب بنت ولا صبي؟ هي تقوم بسلام وشو ما جابت نملك كثير. طولي لتخلص الزينة شوي وصغيرة بس. يا سلام. هاي عم. تعب. اسمع. اسلموا. زينوا سلام الله انك دورت الشام يا ابو طالب. الف الف الحمد لله على السلامه والحمد لله على قومه العيال بالسلامه. لا ايه نعم العيال قامت لك بالسلامه والف مبروك.
ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. معناتها هلأ صرت أبو طالب عن حقه حقيقي. بس يا أبو طالب، العيال جابت لك بنت. بنت؟ وأنا طول الوقت بالحج أدعي لربي يرزقني بصبي يحملني بكبرتي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله، ما بيجوز هالكلام. بذوب بذوب يا أبو طالب، ما بيجوز. البنت كمان نعمل كمان. يا ما بنات طلعوا مررة وبيرفعوا الرأس أكثر من الصبيان يا أبو طالب. البنت كان مش سعد النصر يلي حققه رجالك على الفرنساوي يا أبو طالب. رجالك أبادوا حملة فرنساوية بكاملها بكامل عدتها وما خلوا مننا نخبئ. قول الحمد لله يا أبو طالب. على كل حال الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. على قول الحريم المستور عيالكم ما نشفت لها دمعة وهي عم تبكي من خوف على زعلكم. حسبي الله ونعم الوكيل. أي إرادة رب العالمين يا حجي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب يا أخوان، أنا رح غير وعي وشيكم على المطافة ونحن بانتظارك. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شر المطار. مع السلامة. الحمد لله على السلامة يا أبي. الله يسلمكم يا حبيبات قلبي. تمنيت وترجيت رب العالمين يطعمني صبي يجبر بخاطرك يفرح لك قلبك، بس بعدي اسمه هالرب ما طعمنا غير هالبنت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.